صباح الخير. في الفيديو ده هنتكلم على دودة اسمها انتروبياس فيرميكولاريس. انتروبياس انتر جاية من انتستين، يعني اوبياس يعني شوكة، لان هي دودة دبوسية. فيرم يعني ورم، انتروبياس فيرميكولاريس دي دودة دبوسية. طيب هو انا ليه سميتها الدودة الدبوسية؟ قالك علشان ديلها بوينتد، الديل بتاعها دبوس. طب وهي الديل بتاعها دبوس؟ ما هو كل النيماتودة، ان احنا لما خدنا في المقدمة بتاعة النيماتودة قلت لنا ان كل النيماتودة الفيميل ديلها دبوس، وكل النيماتودة الميل ديلها بيلف ويدور كويلد على نفسه. اشمعنى دي سميتها الدودة الدبوسية؟ قالك عشان الدودة دي الفيميل فيها هي البطلة، هي بتعمل كل حاجة. الفيميل هنا هي اللي مسيطرة على الموقف تماما، اما الميل فمجرد ان هو بيلقح الفيميل خلاص واتجوزها يموت، ملوش اي دور، هي بتموته وبعد كده تبتدي ايه تتفسح براحتها بقى. فالانتروبيس في الميكلارس دي الدودة الدبوسية منتشرة جدا 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 في مصر، ومنتشرة جدا جدا في كل انحاء العالم. اشمعنى منتشرة؟ لان هي هايلي انفكشوس، الاج بتنزل من البني ادم بتبقى جاهزة ان هي تحدث انفكشن، ونشوف اللايف سايكل هو ازاي ممكن ايه يعدي كل الناس اللي حواليه. هذه الانتروبيس فيرميكولاريس زي ما اتفقنا احنا سميناها الاوكزيوريس، اورس يعني ديل، اوكزي يعني شوكه، اوكزيوريس عشان دوده دبوسيه، بين ورم الدوده الدبوسيه، سيت ورم الدوده بتاعه المقعده لان هي برضو يعني بتخرج من الانس، فهنعرف كمان شويه ليه سميناها سيت ورم. ساعات بيسموها ثريد ورم لان هي برضو دوده رفيعه او دوده اسطوانيه يعني. دي طبعا الكومنست، ذا كومنست هيلمنت ايفر، هي مين؟ هي دي الانتروبيس، يعني يمكن زيها زي الاتشنانه. قال لك بقى كمان هذه الدوده منتشره جدا جدا في الاطفال الصغيرين وفي الناس الكبار، الكبار في السن. اشمعنى؟ قال لك ده حاجه بنسميها باي فيزيك ديستريبيوشن، يعني في الاطفال الصغيرين والناس الكبار، علشان الفئتين دول مناعتهم قليله، الفئتين دول ما بيهتموش بنظافتهم قوي، عندهم باد بيرسونال هايجين، فممكن علشان كده ياخدوا الاكس دي على ضوافرهم او على صوابعهم وتنزل في الاكل، وان هم برضو بيبقى فيه باد نيوتريشن، ما حدش بيهتم بغذائهم قوي سواء الاطفال او الناس الكبيره. يبقى دول عندهم باد نيوتريشن، عندهم لو اميونيتي، عندهم باد هايجين، عشان كده بيبقى فيهم منتشر اكتر هذه الدوده الدبوسيه. تعالى بقى نتفرج على الدوده الدبوسيه دي. تبتدي الدوده الدبوسيه قاعده في لارج انتستين بتاعت بني ادم، قاعده فين في اللارج انتستين؟ بتحب حته السيكم برضو والحته اللي حواليها من السمول انتستين في الاليوم كده، والحته اللي حواليها فين في بقيه اللارج انتستين، قاعده هناك. قاعده ماسكه في حاجه؟ لا، قاعده فري، مش ماسكه في حاجه، يبقى هي قاعده فين؟ فري. جت هذه الدوده قاعده في اللارج انتستين في السيكم، اتجوزت ميل وفيميل، اتجوزوا. بعد ما اتجوزوا خلاص والفيميل حامل، نموت الميل، موتت جوزها. طيب بعد ما موتت جوزها تعمل ايه؟ كل يوم بالليل بقى ايه تلبس وتتفسح كده ايه وتنزل تتفسح، تخرج كل يوم بالليل، تقوم برحله، تخرج تتمشى في السيكم، تطلع في الاسندنج كولون، ترانسفيرس كولون، ديسندنج كولون، بعد كده تمشي وتطلع من الانال اوبننج، وتبتدي تعمل ايه؟ تجيب البيض بتاعها وتلزقه حوالين فتحه الشرج، تلزقه حوالين فتحه الشرج، لما تجيب الاكس بتاعتها وتقعد تلزقها حوالين فتحه الشرج، وبعد كده ترجع تروح تاني ايه بيتها، ولا من شاف ولا من دير. طبعا طول الليل الشخص اللي عنده انتروبيا فيرميكولاريس دوده دبوسيه عنده الفيميل عماله تطلع من الانال اوبننج والاكس عماله تتلزق حوالين الانس، ففي هرش. ده صاحي طول الليل هذا الرجل عمال ايه؟ عمال يهرش، يبقى نايم طول الليل بيهرش، يصحى الصبح كمان ايه؟ يهرش. فلما يهرش ياخد الاكس دي على ضوافره وعلى ايديه، وبعد كده ايه يروح يسلم على الناس عادي ويعيش في المنطقه عادي، ويمسك الاكل ويمسك الحاجه بايده، فينقل الانفكشن للناس. فيجي بقى شخص تاني ياخد هذه الاجز اللي موجوده في كل مكان، دي الاج هايلي انفكتيف ونازله من البني ادم انفكتيف، جواها لارفا اصلا، في اكل مش مغسول كويس، في خضار، في ميه، في الملايات، البني ادم نفسه يعدي نفسه، اخواته، زمايله في المدرسه راح سلم عليهم، فياخدوا هذه الاج ياكلوها، ياكل الاج، الاج دي تنزل في الانتستين، تبتدي تعمل مولتنج الاربع مرات وتتحول الى ادلت ميل وفيميل، وتعيد ايه نفس السايكل تاني. من هذه السايكل اول حاجه مهمه فيها هي الديفينيتيف هوست، هو مين؟ هو البني ادم الميل. طيب فين الهابيتات؟ قال لك في السيكم وقاعده فري، في السيكم وايه قاعده فري، مش ماسكه في حاجه. ليه مش ماسكه في حاجه؟ علشان تعرف تتمشى، ده كل يوم بالليل عندها مهمه قوميه لازم تروح تنفذها. طب ايه الانفكتيف ستيج؟ الايج والايج بتاعتها بتنزل ماتيور، وايه المود اوف انفكشن؟ قال لك بقى المود اوف انفكشن ده اول حاجه هيتيرو انفكشن، اج كده جايه من عند الله في اي خضار ولا فاكهه مش مغسولين كويس ولا اي ميه ملوثه. قال لك اكسترنال اوتو انفكشن، الشخص ده بيعمل يهرش
في الانال اوبننج، ياخد الاجز على ضوافره وياكل فيعدي نفسه تاني. فدوده الانتروبياس دي مشكلتها الدوده الدبوسيه ان فيها اوتو انفكشن، والاوتو انفكشن بيؤدي الى زياده عدد الدينال قوي جوه جسمي فيعمل لي هايبر انفكشن. يبقى في اكسترنال اوتو انفكشن وهايبر انفكشن. قال لك كمان في حاجه اسمها ايه، ريترو انفكشن. يعني ايه ريترو انفكشن؟ الاج دي المفروض ان هي بتبقى ماتشور فيها لارفايه مثلا 6 ساعات بالكتير، وتبتدي اللارفا دي تفقس، الاج تفقس ويطلع منها اللارفا، اللارفا ترجع تخش تاني عن طريق الانال اوبننج وتوصل للسيكم وتمولت وتتحول الى ادلت ميل وفيميل. يبقى دي اللي بنسميها الريترو انفكشن. او ممكن يحصل كمان كهيتيرو انفكشن، هذه الطريقه في التويلت سيتس في الحمامات العامه، ان الاج لو هي لوثت القعده بتاعت الحمام ولا حاجه ممكن ان هي تفقس واللارفا تطلع منها وتدخل في الانس بتاعت شخص تاني جاي يستخدم الحمام بعد شخص مصاب. يبقى عندي هيتيرو انفكشن، عندي اكسترنال اوتو انفكشن، عندي ريترو انفكشن، عندي ممكن حتى ايه الطفل ده صحي الصبح امه خدت الملايات طلعت تهويها في الشارع، فممكن من الكلودنج، ممكن البيدنج، ممكن انهاليشن بقى خلاص الهواء بقى مليان بالاج بتاعت الانتروبيس، فممكن اي حد يحصل له انهاليشن يشمها فتنزل كمان تتبلع. يبقى ممكن عن طريق الانهاليشن، عن طريق الملايات الملوثه، عن طريق الهدوم الملوثه. يبقى هي هايلي انفكشوس وبتعدي بطرق كتير قوي قوي قوي، وعشان كده الانفكشن ده كومن ومنتشر، وبالذات في الاطفال اللي مش بيحافظوا على نظافتهم. طب الدايجنوستيك ستيج عندي هتبقى ايه؟ الاج طبعا اللي موجوده على الانال اوبننج وموجوده في الستول، والادلت، الادلت قاعده فري، فطالما الادلت قاعده فري يبقى ممكن الاقيها في الستول. يبقى دي تاني مره في النيماتودا نقول ان الادلت قاعده فري في الانتستين وممكن الاقيها كدايجنوستيك ستيج في الستول، واللي هي مين؟ الاسكارس والانتروبيس. طب تعالى بقى نشوف هذه العيان هيشتكي من ايه؟ اول حاجه واهم حاجه بيريوريتس ايناي. بيرويتس ايناي يعني ايه؟ بيرويتس يعني هرش ايناي، يعني حوالين الانس، هرش في فتحه الشرج. الام هتيجي تقول لك اه الواد بيهرش في فتحه الشرج، بس هو مش هو ده اكتر حاجه. يعني اكتر انفكشنز بيبقى عندهم ابدومينال بين على طول، عندهم وجع ومغص في بطنهم، هنعرف كمان شويه اشمعنى. وبعد كده لما تساله بقى عن الهيستوري، يعني محدش بيجي لك بيرويتس ايناي دي، الهيستوري يقول لك بتهرش فتحه الشرج، يقول لك اه الواد بيهرش فتحه الشرج. طيب هذا بقى الهرش، فطول الليل الواد مش عارف ينام، انزومنيا وإريتابيليتي، يصحى الصبح متنرفز، يروح المدرسة مش عارف يحصل دروسه، مدروخ، تعبان. يبقى كمان بتأدي إلى تأخير التحصيل الدراسي. بعد كده هذه الفيميل بتخرج، مش بتخرج كل يوم، بتخرج من فتحة الشرج، وهي راجعة تتوه. ما هي ممكن ما تدخلش في نفس الفتحة، تخش في فتحة تانية، ممكن تخش في فتحة اليوريسرا. فالطفل ده ممكن يرجع يشتكي من نوكتورنال انيوريسيس، بيعمل على نفسه بالليل. ممكن تعمل انفلاميشن في فتحه اليوريثرا، تعمل يوريثرايتس، تاخد معاها بكتيريا وتطلع فوق، تعمل سيستايتس، تعمل انفلاميشن في اليورينري بلادر نفسها. طب ممكن تدخل في فتحه ايه تاني؟ لو هي فيميل ممكن تدخل من الفاجينا، ممكن تعمل فالفا فاجينايتس، هرش في المنطقه اللي حوالين الفالفا والفاجينا. ممكن كمان تبتدي تدخل في اليوترس وتدخل على الفالوبيان تيوبس فتعمل سالبنجايتس. سالبنجايتس دي يعني انفلاميشن في قنوات فالوب، في الفالوبيان تيوب. ممكن كمان قنوات فالوب على فكره يا اولاد مفتوحه على بره، مفتوحه على البيريتونيوم، ممكن تخرج كمان من البيريتونيوم فتعمل بيلفيك بيريتونايتس. طب ممكن تتمشى بقى وهي جوه الانتستين، اه تطلع لفوق او لتحت، فممكن تروح تسد الابندكس تعمل ابنديسايتس، ممكن تطلع على السمول انتستين فتعمل للعيان ده ابدومينال بين ودياريه وكوليكس. فمشهوره قوي قوي مع الانتروبيس ان العيان يجي بايه؟ على طول مغص، على طول بطنه وجعي، على طول اول ما بياكل حاجه عنده بطنه توجع ويبقى فيها كوليكس كتير. كده تساله على الهيستوري يقول لك ان هو اه كان بيجي له ساعات هرش في فتحه الشرج. فده منتشر قوي ان هو ايه يجي للعيانين بالطريقه دي. طيب عندنا كم واحده بتعمل ابنديسايتس؟ تعالى نفتكرهم مع بعض. اللي كانوا بيعملوا ابنديسايتس 2 عايشين في اللارج انتستين و2 في السمول انتستين. الاثنين اللي عايشين في اللارج انتستين هما الاثنين نيماتودا اللي عايشين في اللارج انتستين، الترايكورس ترايكورا لان هي قاعده في السيكم، الانتروبيس فيرميكولاريس لان هي قاعده في السيكم. فانا عندي اثنين قاعدين في السيكم جنب الابندكس، فسهل قوي ان هما يروحوا يخترقوا الابندكس ويعملوا لي ابنديسايتس. ادي اثنين. في اثنين تانيين بقى قال لك الاسكارس، ليه؟ كانت فري، كانت قاعده فري في السمول انتستين، فكانت ممكن تتمشى تروح على الابندكس تسدها فبتعمل ابنديسايتس. تاني واحده لو تفتكر في السيستودا كانت تيميا ساجيناتا ومش سوليوم، تينيا ساجيناتا بس، عشان تينيا ساجيناتا زي ما نفتكر ان كانت السيجمنتات بتاعتها الجرافيت سيجمنتس نشيطه وهايلي ماسكولار بتتحرك كتير، فكانت ممكن بتروح تسد الابندكس وتعمل ابنديسايتس. تمام، يبقى هم اللي عندي اللي بيعملوا ابنديسايتس في الهيلمنتس هم 4، انتروبيس، ترايكورس، اسكارس، والتينيا ساجيناتا. يبقى هذا الشخص هيشتكي من اول حاجه ابيريوريتس ايناي، وبعد كده الفيميل تبتدي تتمشى تروح اي مكان تعمل جرانيلوما وانفلاميشن في هذا المكان. طب تعالى بقى نشخص هذا الشخص. اول حاجه كلينيكالي ده في الغالب طفل صغير
بيهرش فتحة الشرج، عنده بيلاريتس ايناي، وبالذات بالليل الطفل ده ما بينامش بالليل. طب عايز تشخصه بقى باراسيتولوجيكال، هدور على ايه؟ قالك في الاستول، ناخد عينة استول، ممكن نلاقي الاج وممكن نلاقي الادلت. سهلة؟ لا، 90% مش هتلاقيه. ليه؟ هو الاستول فيه اج، هي الاج في الاستول؟ لا، ما هي في الميت بتطلع بره حوالين فتحة الشرج وتبتدي تحطهم تلزقهم حوالين ان الاوبننج، يبقى طبيعي ان الاستول اصلا 90% انت مش هتلاقي الاجز دي في الاستول، ممكن بنلاقيها نوادر قوي. طيب امال انا هعمل ايه عشان اشخصها؟ قال لك ده انت لازم تاخد سوابه، تاخد بيري انال سواب، يعني تاخد سواب من فتحه الشرج. طيب هاخد السواب من فتحه الشرج دي ازاي؟ قال لك في طريقتين. اول حاجه قبل ما تاخد السوابه ايا كانت الطريقه، في بريكوشنز لازم العين يعملها، ان انا هاخد السوابه دي الصبح اول ما يصحى من النوم قبل ما يتشطف او قبل ما يخش الحمام. ليه؟ علشان هو لو اتشطف او دخل الحمام هتقع الاجز، فانا لما اجي اعمل السوابه هتطلع نيجاتيف. اوكي طيب هذه السوابه، قال لك في نوعين من السوابه، في الان اي اتش سواب اللي هي ناشونال انستيتيوت اوف هيلث سواب، دي عباره عن ايه؟ عباره عن ورقه سيلوفان، سيلوفان بيبر، وملفوفه حوالين حاجه زي قطنه الودان كده، بتعديها حوالين فتحه الشرج رايح جاي، وبعد كده بتحطها في انبوبه وتوديها المعمل، في هناك في المعمل بيفتحوا هذه القطنه، مشوها على شريحه ويتفرجوا عليها تحت الميكروسكوب. طبعا ايه، مفيش حاجه تلزق الاجز قوي على الشريحه، فسهل ان هي تطلع نيجاتيف. لقوا ان الاحسن منها حاجه اسمها جراهام سواب او سكوتش ادهيزف تيب سواب، ودي عباره عن ايه؟ دي عباره بقى عن، انا بستخدم لزق، يعني حاجه لازقه كده على طنج ديبريسور، فانت تعديها على الانال اوبننج او تعديها على فتحه الشرج، تفتح الام تفتح الواد قدامها كده زي الكتاب، وتعديها على فتحه الشرج والجلد اللي حواليها، وبعد كده تحطها على شريحه وتجيبها المعمل. اللي احنا بنعمله ايه في المعامل؟ اللي احنا بنعمله في المعامل بنقول لها يا ستي هاتي السوليتيب، السوليتيب العادي ده بتاعنا، السوليتيب الشفاف، وامسكي السوليتيبايه وعديها على فتحه الشرج بتاعه الواد رايح جاي وعلى الجلد اللي حواليها، وبعدين حطيها على شريحه وهاتيها المعمل، وبنتفرج عليها تحت الميكروسكوب بنلاقي فيها ايه؟ الاكز والادلت كمان ممكن بتاعه الانتروبيس فيرميكولاس. سنسيتيف الكلام ده، قال لك علشان تاكد ان العيان ده ما عندوش انتروبيس فيرميكولاريس، اقل حاجه تعمل له 6 سواب ويطلعوا نيجاتيف. ليه؟ علشان برده كل الكلام ده مش بيضمن ان انا اعرف اشوف الاجز كويس، ومش بيضمن ان انا لازم الاجز هتلزق على اللزقه وهتلزق على السيلوفان اللي انا هحطه على الشريط، يبقى لازم البتاعه دي تتكرر بتاع 6 مرات على الاقل عشان اقدر اقول ان هو فعلا ايه ما عندوش انتروبيس فيرميكولاريس. ففي الغالب علشان التشخيص صعب كده، دايما التشخيص بتاع الانتروبيس كلينيكال، والله بيهرش فتحه الشرج وعنده مغص اديله دواء ديدان خلاص، ما تستناش عليه، مش لازم تبعته المعمل يعمل السواب. تعالى بقى نشوف علاجها. الدواء اللي هياخده البندازول ومبندازول، عيب عليك، كل النيماتودة البندازول ومبندازول، هما دوايين. بس في كلام مهم بقى في البندازول ومبندازول، هنا في كلام سمعناه قبل كده في حتة، انت هتقول معايا دلوقتي سمعته فين. اول حاجة ان انت لازم تعيد العلاج ده بعد اسبوعين، يبقى هياخد جرعة البندازول ومبندازول النهاردة ويكررها بعد اسبوعين عشان الاوتو انفكشن، عشان العين ده هيعدي نفسه تاني، فتكون الاجز فقست وابتدت اللارفي تدي ادلت، فاعرف ان انا ايه اموت الادلت الجديده، يبقى لازم ريبيتد بعد اسبوعين عشان الاوتو انفكشن والهايبر انفكشن اللي عند العين، عشان ما يجيلوش هايبر انفكشن. وتاني حاجه البيت كله هيتعالج. ليه؟ علشان الدوده دي هايلي انفكشوس، انا متاكده 100% طالما واحد في البيت عنده الدوده دي يبقى هي اكيد جات لهم كله، ممكن يبقى سورس للعدوى، هو مش حاسس بالاعراض بس هو ممكن يبقى سورس للعدوى، بعد ما العيان يخف يرجع له العدوى تاني، يبقى لازم كل البيت يتعالج وكل العلاج يتعاد بعد 10 ايام او بعد اسبوعين. الكلام ده سمعناه فين تاني؟ سمعناه في الهايمينوليبس نانا اللي كانت برضو هايلي انفكشوس، دي كانت سيستوداه صغيره بس هايلي انفكشوس، وكان فيها اوتو انفكشن اكسترنال اوتو انفكشن، وكانت بتعمل هايبر انفكشن، كان نفس القصه بتاعت الانتروبيس، وبرضو قلت لك ساعتها في العلاج ان انت لازم هتكرر العلاج بعد 10 ايام، وان انت هتعالج كل العيله مع في نفس الوقت. هنا بقى زياده في الانتروبيس، هنقول لك ان في مرهم بيتحط حاجه اسمها وايت ميركوري او وايت بريسبتد اوينتمنت، ده مرهم بيتجاب من الصيدليه بيحطه على البيري انال ريجون بالليل علشان خاطر ان هو ايه يقلل الاتشنج، فانا لما وممكن كمان يموت الفيميل ورم، يبقى بيموت الفيميل ورم اللي طلعت تحط البيض ويقلل الاتشنج عند العيان. فلما بقلل الاتشنج، الاتشنج ده خلي بالك من الحاجات الخطيره اللي بتساعد على انتشار المرض، لان هو لما بيهرش فتحه الشرج بيعمل ايه؟ بياخد الاجز على ضوافره وبتدي يسلم على اصحابه ويسلم على الناس ويسلم على اللي حواليه وياكل هو كمان، فيجي له اوتو انفكشن وينشر العدوى، فانا عايزه اريليف الاتشنج. تعالى بقى نعمل بريفنشن اند كنترول. اول حاجه ماس تريتمنت، اتفقنا ان احنا ماس تريتمنت ده موجود في كل ايه؟ في كل الديدان في الاول كده. بعد كده العدوى ممكن تيجي هتير وانفكشن، فاحنا هنغسل ايدينا كويس قوي قبل الاكل وبعده، ونغسل الخضار والفاكهه، ونوفر بيور ووتر سبلاي، ونهتم بالبيرسونال هيجين.
بعد كده قالك هنستخدم للاطفال اللي عندهم انتروبيس، هيلبس بالليل بنطلون ضيق عليه علشان ما يعرفش ان هو يهرش في فتحه الشرج وياخد الاجز على ضوافره. يبقى هتلبس الاطفال، هنقص لهم ضوافرهم، هنلبسهم بناطيل ضيقه بالليل علشان ايه؟ نمنع الاوتو انفكشن. واخر حاجه قالك هنستخدم ديس انفكتنس على طول في الدبليو سيز عشان خاطر الريترو انفكشن. ثانك يو.